هنبدأ بقى نتكلم دلوقتي على آخر دودة بتبقى عايشة في السمول انتستين. فاكرين كلمة أتا أو أتسا؟ خلاص، كان في عندي الأسكاريس والأنكلستوما. الأنكلستوما ديت اللي احنا بنقول عليها اللي هي الدودة الخطافية، تمام كده، أو الهوكورم، أو الأنكلستوما ديودينالي، تمام كده. طيب الدودة ديت تبع الراوند وورمز أو السلندريكال وورمز. الانتيريور اند بتاعها بيبقى بنت دورسالي، يعني بيبقى ملوي خلاص بالنسبه للي هو الفيميل، لكن الميل بيبقى في الاخر بتاعه او البوستيريور اند بتاعه بيبقى موجود فيه حاجه كده بنسميها البيرسا، حاجه كده عامله زي اللي هو انتفاخ كده عامل زي الشمسيه، تمام كده. طيب ركز بقى كده معايا، الانكلستوما ديودينالي اللايف سايكل بتاعتها شبه اللايف سايكل بتاعت اللي هو الاسكاريس، بمعنى الادلت وورم قلنا ان هي بتبقى عايشه في السمول انتستين، الايجز بتطلع مع الفيسز. ركز كده معايا، الايجز بتطلع الرابديتي فورم لارفا، يعني ده معناه ان الايجز ما هياش انفكتيف، الايجز ما هياش انفكتيف، يبقى استحاله يحدث اوتو انفكشن، تمام كده. الإكز بتطلع الرابديتي فورم لارفا، في الصويل بتتحول إلى فلاري فورم لارفا. الفلاري فورم لارفا هي الانفكتيف ستيج، بتخترق الجلد بتاع الإنسان وتخش مع السيركيوليشن وتروح بقى تلف بقى على اللنج، تمام كده، والتراكية والفيرينكس، وبعد كده تتبلع تنزل على السمول انتستن تتحول إلى أدلت وورم، زيها زي ال الاسكارز لما كنا اتكلمنا في اللايف سايكل بتاعتها، تمام كده. يبقى بالنسبه للديفينيتيف هوست بتاعنا هو الانسان، تمام كده. ولو بصيت كده للراس بتاع الانكلستوما هتلاقي لها اسنان بتثبت نفسها بالسنان ديت في المنطقه بتاعت السمول انتستن اللي بتبقى عايشه فيها، تمام كده. فالديفينيتيف هوست بتاعنا هو الانسان، الهابيتيت بتاعنا هو السمول انتستن تحديدا في جيجنم، خلاص. طبعا انترميديت هوست كل الاربع ديدان الاولانيين اللي بيبقوا عايشين في اللارج انتستن او السمول انتستن ما بيبقاش ليهم انترميديت هوست. الايجز بيحصل لها ديفلوبمنت في السويل، يعني ده معناه الايجز ما هياش انفكتيف لغايه لما تتحول الى من رابديتي فورم لارفا الى فلاري فورم لارفا. الفلاري فورم لارفا ديت اللي هي بنقول عليها اللارفا 2. المود اوف انفكشن بيحصل ان الايجز بيحصل لها هاتشنج، فبتطلع الرابديتي فورم لارفا، الرابديتي فورم لارفا تتحول الى فلاري فورم لارفا، الفلاري فورم لارفا تعمل بنتريشن الجلد، تمام كده، فبالتالي يحدث انفكشن. فاذا الانفكشن بالايجز امبوسيبل، تمام كده. البيضه بتبقى ترانسليوسنت وبيبقى موجود في الاماتيور اوفم، يعني البيضه اللي لسه طالعه من الانسان بيبقى موجود فيها فور سيل ستيجز، يعني لما تيجي تبص فيها كده تلاقي موجود فيها اربع خلايا، وديت اللي بتميز الانكليستوما ديودينالي ايج علشان الجزء اللي هو بتاع العملي. طيب الباثوجينيسيس، طبعا الادلت وورم بتبقى عايشه في السمول انتستين وعامله اتاتشنج للسمول انتستين باستخدام التيس بتاعتها، تمام كده. طيب التيس دي بتاكل الميكوزا بتاع الانتستين، يعني الانتستاينال ميكوزا بتتاكل بالتيس بتاع الدوده، فبتبدا ان هي تعمل بليدنج والسريشن، يعني نزيف، هيموريدج، يعني الجسم بيفقد دم يوميا، فده معناه في الاخر هتؤدي الى حدوث انيميا، خلاص كده. الدوده ذات نفسها بتمتص الدم علشان تتغذى عليه، خلاص كده، بتاخد الميكوزا الماتيريال اللي بتاكلها ديت علشان تتغذى عليها، وعلشان تسهل عملية امتصاص الدم بتفرز انتي كواجولانت، يعني مواد مضادة للتجلط، تمام كده، علشان تفضل تمص في الدم من غير ما يحصل اي مشاكل ومن غير ما الدم يتجلط ويقف فيها، تمام كده. بتطلع هيدروليتيك انزيمز علشان تكسر الانتستاينال ميكوزا، تمام كده. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعتها، مش هي بتمص دم، يبقى ده معناها يحدث انيميا، خلاص كده. بتمص دم والدم بيبقى موجود فيه حديد، فيبدأ يحدث ديفيشنسي في الايرن ستورز، تمام كده. الانيميا ديت بتؤدي الى حدوث منتال
جروس ريتارديشن، خلاص كده فيزيكال اند منتال جروس ريتارديشن، خلاص يعني تأخر في النمو البدني والعقلي. بتاكل في الانتستين الموكوزة يعني هتعمل ألسر، بتطلع دم يعني ده معناها تعمل بلودي دايريا، عايشة في الانتستين فتعمل انتستينال ديتربنس فتعمل نوزيا وفومتنج ودايريا وابدومينال بين، الايزينوفيليا اللي بتبقى موجودة في كل البارازيتيك انفكشن. الدايجنوز بتاعتها مش هي عايشة في السمول انتستين فده معناها تطلع الاكز، الاكز هتطلع مع الفيسز صح كده؟ يبقى اذا الدايجنوستيك ستيج بتاعنا هو الاكز ان فيسز، خلاص كده. الحاجة التانية الانيميا اللي المفروض ان هي بتعملها، التريتمنت بتاعنا بيبقى عن طريق الالبندازول، يبقى انا مثبت الالبندازول كتريتمنت لكل الانتستاينال سواء كانت لارج انتستن او سمول انتستن، كل الانتستاينال نيماتودز العلاج بتاعها هو الالبندازول. الحاجه الثانيه بتعالج الانيميا اللي المفروض ان البيضه الدوده بتعملها عن طريق ان انت بتدي ايرن وبتدي هاي بروتين دايت، والبريفنشن بقول لكم الموضوع بيتكرر في كله. طيب تعالوا كده بقى اما ناخد الترايكينيلا سبايراليز، الترايكينيلا سبايراليز والوشيريريا بانكروفتي اللي احنا بنسميهم التشو نيماتودز. خلي بالكم التشو نيماتودز ما فيش فيهم بيض، بيولدهم لارفا. التشو نيماتودز هناخد فيها الترايكينيلا سبايراليز والوشيريريا بانكروفتي. الترايكينيلا سبايراليز بتيجي من لحمة الخنزير وعشان كده احنا بنسميها البورك بين وورم، الدودة الدبوسية بتاعت الخنازير. برضو يعني ربنا في الشرائع السماوية وفي الأديان مفيش شريعة من الشرائع من الشرائع السماوية، خلاص يعني الدين واحد الشرائع ثلاثة، الدين واحد والشرائع ثلاثة تمام كده، مفيش شريعة من الشرائع من الشرائع خلاص يعني أحلت لحمة الخنزير. الخنزير ده أقذر كائن موجود على وجه الأرض تمام كده. طيب الترايكينيلا سبايراليز بتعمل مرض بنسميه ترايكينيلوزز أو ترايكينوزز تمام كده، بتبقى مشهورة في البلاد اللي هي بتاكل اللحمة بتاعة الخنزير. الدودة بتبقى سن راوند وورم، الأدلت وورم بتبقى عايشة في الميكوزا بتاعة السمول انتستين، خلاص كده اللي هي الترايكينيلا سبايراليز. خلاص الترايكينيلا سبايراليز بتبقى عايشة في الميكوزا بتاعة السمول انتستين تمام كده. الفيميل بتبدأ ان هي تعمل لاينج لللارفا يعني بتولد خلاص كده يعني ما بتطلعش بيض، خلاص اللارفا تبدأ تهاجر او تسافر عن طريق البلط والليمف خلاص لغاية لما توصل للمسلز والهارت، وهناك تبدأ تعمل انسيستيشن يعني تبدأ انها تعمل سيست، وبعد ما تعمل سيست ممكن تعمل كبسول حوالين السيست بتاعها دي تمام كده. ما يميز الترايكينيلا سبايراليز ان الديفينيتيف هوست والانترميديت هوست واحد، يعني الهيومن بيشتغل كديفينيتيف هوست وانترميديت هوست. في عندي ديفينيتيف هوست وانترميديت هوست تانية، في عندك الراتس خلاص كده اللي هي القوارض الرودنتس، في عندك الخنازير تمام كده بيشتغلوا كديفينيتيف هوست وانترميديت هوست تمام كده. طيب الادلت بتبقى موجوده في السمول انتستين، اما اللارفا بتبقى موجوده حصل لها انسيستيشن في المسلز، انسيستيشن في المسلز تمام كده. ادى اللايف سايكل بتاعتها هي مش مهمه خلاص، الفكره كلها ان الادلت بتبقى موجوده في السمول انتستين، اللارفا اللي بتطلع ديت بتهاجر عن طريق الدم او الليمف لغايه لما توصل للمصل فتبدا تعمل فيها اللي هو الانسيستيشن او الانسيستد لارفا اللي بتبقى موجوده في المصل، وديت حاجه من الحاجات اللي بتيجي في العملي وبتبقى مهمه جدا. الانفكتيف ستيج بتاعنا هو الانسيستد لارفا المصل، لو انا اكلت لحمه خنزير
لحمه الخنزير ديت بتحتوي على اللارفا فورم، هتخش عندي على السمول انتستين وتتحول الى دوده كامله. الدوده الكامله ديت تبدا تعمل لينج، يعني بتولد لارفا، اللارفا تبدا تخترق بقى الجدار بقى بتاع السمول انتستين وتخش عن طريق الدم والليمف لغايه لما توصل للعضلات وللقلب وتبدا تعمل فيهم انسستيشن. المود اوف انفكشن ايتينج اندر كوكد بورك كونتيننج انسيستد لارفا. خلاص الانسيستد لارفا ديت اللي هي الانفكتيف ستيج. طيب الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر. خلاص بعد ما بتاكل لحمه الخنزير، اجركم الله يعني من لحمه الخنزير، المفروض ان الادلت بتبقى موجوده في السمول انتستين، تمام؟ فبتبدا تعمل جاسترو انترايتس، يعني نوزيا وفومتنج ودياريه وابدومنال بين، تمام كده؟ وممكن تديني شكل من اشكال اللي هو الفود بويزنينج. طيب الدوده بتولد فبتطلع اللارفا، خلاص اللارفا بتهاجر تروح للمسلز، تمام كده؟ اثناء وجودها في الدم جهاز المناعه يشتغل فيحصل فيفر، تمام كده؟ بيحصل اديمه في الايليد في الجفن بتاع العين، بيبدا يحدث انفلاميشن في المصل ووجع في العضلات، فاحنا بنسميه مايوزايتس، يعني التهاب في العضلات، والايزينوفيليا المشهوره في كل انواع البارازيتك انفكشن، تمام كده؟ طيب الانسيستد لارفا اللي بتبقى عامله كبسول حواليها وهي موجوده في المصل، تمام كده؟ وصلت للمصل يعني بعدت عن الدم، يبقى ما فيش فيفر، تمام كده؟ لكن بيبقى موجود فيه عندي بيرزيستنت ماسل بين، يعني كونتينوس ماسل بين، تمام كده؟ طيب ممكن تؤدي الى الموت، او ممكن تؤدي الى الموت في حاله السيفير انفكشن نتيجه الاصابه بتاعه القلب، فالقلب يبوظ فيحدث مايوكاردايتس. طيب ممكن الرئه تبوظ فيحدث نيومونيا، ممكن توصل للمخ فيحدث انسفالايتس فالبني ادم يموت، تمام؟ ربنا ما بيحرمش حاجه غير لما يكون لها سبب، تمام؟ واكتشفنا الكلام ده كله دلوقتي، تمام؟ طيب الدايجنوزيس بقى بتاعنا، نبدا نسال الشخص عن هو كل لحمه خنزير ولا لا، تبدا تاخد مصل بايوبسي علشان تبدا ان انت تدور فيها على الانسيستد لارفا، الايزينوفيليا والسيرولوجيكال رياكشن اللي انا قلت لك لما بتتزنق بتكتبها، تمام كده؟ ايزينوفيليا خلاص وسيرولوجيكال او ايمونولوجيكال رياكشن. التريتمنت بتاعنا بيبقى عن طريق الميبندازول كحاجة قاتلة للديدان، الكورتيكوستيرويدز كحاجة مسكنة ومضادة للالتهابات، سيمتوماتيك تريتمنت معناها علاج للأعراض، يعني لو في حمى تدي خفض حرارة، لو في ألم تدي مسكن للألم. البريفنشن بقى اتخلص من القوارض زي الراتس، تمام كده؟ وما تاكلش لحمة خنزير، ماشي؟ ولو انت بقى يعني بتاكل لحمة خنزير، تمام؟ الخنازير ديت يعني لا مؤاخذة يعني بتاكل زبالة، تمام؟ ابقى يعني اطبخ اللحمة كويس، وبقى كل اللحمة بتاعة الخنزير اللي بياكل من الزبالة، الزبالة لو حبيت يعني. فتجنب اللحمة بتاعة الخنزير علشان ما يجيلكش الايه؟ الإصابة بالدودة دي. طيب الوشوريريا بنكروفتي اللي بتعمل مرض بنسميه الإليفانتيزز أو الفيلاريزز، يبقى الوشوريريا بنكروفتي خلاص اللي بتعمل مرض الفيل، مرض الفيل ده ما بيحدثش على طول، ده بيحدث بعد سنين، تمام كده؟ طيب ده بيبقى مشهور في مصر خصوصا في المنطقة بتاعت الدلتا وأسيوط، تمام كده؟ طيب أنا كنت قلت لك إن التيشو نيماتودز زي الترايكينيلا سبايراليز، الترايكينيلا سبايراليز، وفي عندي الوشوريريا بنكروفتي ما فيش بيض، هما بيولدوا خلاص، بيولدوا ملارفا، تمام كده؟ طيب المورفولوجي بقى بتاعنا بتاع الوشوريريا بنكروفتي، الادلت ميل اند فيميل خلاص بتبدا تعمل لينج للارفا، يعني ما فيش ايجز، اللارفا بتاعتها بنسميها مايكرو فيلاريا، مايكرو فيلاريا،
اللي المفروض انها بتهاجر عن طريق الليمفاتكس خلاص تو جنرال سيركيوليشن، تمام كده؟ تو جنرال سيركيوليشن. طيب الهابيتيت بقى بتاعها بيبقى موجود فين؟ الادلت بتبقى عايشه في الليمف فيسلز والجلاندز، الليمف فيسلز والجلاندز، تمام؟ الديفينيتيف هوست بتاعها هو الانسان فقط. الفيكتور هوست بتاعها هو الفيميل موسكويتو، تمام كده؟ اللي المفروض ان هي بتعمل ساكنج للبلاد خلاص. فلو الشخص مصاب بالمايكروفيلاريا هتاخد المايكروفيلاريا، تمام كده؟ وتبدا ان هي جوه الانسكت تتحول الى انفكتيف فورم. الانفكتيف لارفا ستيج او الانفكتيف ال 3 ستيج، تمام كده؟ لما تيجي الناموسه تقرص واحد جديد تبدا ان هي تنقله الانفكتيف لارج لارفا ستيج للدم بتاعه، تمام كده؟ من خلال الماوس بارتس بتاعت الناموسه، تمام كده؟ يبقى هي خدت المايكروفيلاريا من شخص تحولت جوه الناموسه اللي هو الانترميديت هوست، تمام كده؟ الى انفكتيف ال 3 او انفكتيف لارفا. يبقى المود اوف ترانسميشن بايت باي فيميل موسكويتو، يعني العض عن طريق او القرص عن طريق الناموسه النتايه او الناموسه الانثى، تمام كده؟ فبتبدا ان هي تعمل انيكيوليشن لللارفا 3 اللي هي الفلاري فورم لارفا 3 اللي احنا بنقول عليها الانفكتيف ستيج، تمام كده؟ عن طريق ان الناموسه بتدخلها عن طريق الجلد، يعني عن طريق البنتريشن اوف سكين. طيب الباثوجينيسيس بتبقى اسيمبتوماتيك، يعني ما لهاش اعراض فور لونج تايم. طيب لو اكيوت هيبدا يحدث مشاكل في الليمف، تمام كده؟ لانها بتخش في الليمف وبعد كده للسيركيوليشن لغايه لما توصل للليمفاتكس وللجلاندز، تمام كده؟ تبدا بقى تعمل ليمف انجايتس، ليمف انجايتس وليمف ادينايتس وفيفر. طيب في الكرونيك ديزيز مع الريبيتد اكيوت اتاك بيبدا يحدث فايبروزز، تليف، خلاص كده؟ طيب الورم ذات نفسها ممكن تعمل اوبستراكشن للليمف فلو، اوبستراكت للليمف فلو، تمام؟ فيبدا يحدث انتفاخ ديستنشن اوف ليمف فيسلز، الليمف فيسلز تبدا ان هي يحصل لها انتفاخ، فيبدا يحدث ما يسمى بالليمف ادينوما، يعني انتفاخ في الغدد الليمفاويه. طيب الاليفانتيزيس ديت او مرض الفيل ده بيحدث في اللور ليمب، بيحدث في اللور ليمب اند جينيتاليا بعد الاصابه بالمايكروفيلاريا من 5 ل 10 سنين، تمام كده؟ طيب بيبقى مصاحب بقى للاليفانتيزيس ديت واكتبوا عليها امتحان، بيبقى موجود فيه هارد إديمة نتيجة تجمع الليمف تحت الجلد، ممكن يحدث مع سكندري بكتيريال انفكشن لأن الجلد بيتخن قوي وبيبدأ إن هو يتشقق، فممكن يحدث سكندري بكتيريال انفكشن، خلاص. الأعضاء المصابة بتتضخم خصوصا اللور ليمب، فتلاقي الرجل كده عاملة زي الإيه؟ عاملة زي الفيل، تمام؟ الدياجنوزيس بتاعنا بيبقى كلينيكالي، يعني عن طريق اللي هو الاعراض، او لابوراتوري عن طريق ان انت تاخد عينه من الدم وتبدا تدور في الدم على المايكروفيلاريا، على المايكروفيلاريا. طيب او تبدا ان انت تعمل اكس راي او الترا ساوند علشان تبدا تشوف الادلت وورم في الجلاندز او في الليمف، او اميونو دايجنوزز خلاص، وكمان الايزينوفيليا. طيب التريتمنت هي ملهاش تريتمنت غير سيرجيكال ريموفال للاماكن اللي حصل فيها فايبروزز، تمام كده؟ طيب لو هتستخدم ادويه حاجه كده بنسميها داي اسايل كاربا مازين، داي اسايل كاربا مازين وايفرميكتين اللي بيستخدم في علاج اللي هو الجرب. طيب لو انت عايز تعمل بريفنشن خلاص اند كنترول للمرض ده، المفروض ان انت تموت الناموس اللي هو بينقل المرض،
لازم تعالج الحالات، يعني ماسيف تريتمنت للبيشنتس خلاص، بروتكشن باي سكرينينج اند ريبيلنتس، يعني بتبدأ ان انت تستخدم بقى الحاجات اللي هي تطرد الناموس. تمام كده، كده يبقى احنا كده خلصنا كل النيماتودز. تمام، طيب الميديكال بروتوزولوجي ده سهل جدا خلاص، انا منزل لكم شرح ليه كده على اليوتيوب خلاص، هو نفس الكلام اللي موجود عندكم. تمام، انا هعيده تاني بس خلاص، فانت لو يستحسن ان انت تسمع اللي هو اليوتيوب وبعد كده تبقى تسمع اللي هو الميديكال بروتوزولوجي. تمام، يعني انا شرحه على اليوتيوب بطريقة احسن تفيدك علميا احسن، والكلام هو نفس الكلام بالظبط. تمام، بس انا هشرحه، كده كده هشرحه خلاص. يلا اشوفك على خير، وكده خلصنا النيماتودز. يلا سلام عليكم.